عسلمة، اسمي نسر الشريف، نشر لكم بوك اول جديدة ميزة كيزيشون اللي بغيشك على اخر كتب شريتهم دغني هما مسيت نقرا بانتين اللي ما يعرفش كيفاش كمادي مسيت دجا عملت فيديو نفسر فيها البروسيدور متاعها كيفاش تعدي كوماند كل شيء. دونك فلا بحثي يميدو لهنا صار يقعد عاقل في الفيديو. اول كتاب باش نحكي عليه مانيش باش نحكي على كتب بار ديتاي خاطر ديجا تنعمل عليهم دي ريفيو كل شيء ليكتور. اول كتاب شريته هو توم 3 نتاع تواليت اللي هو ايزيتاسيون اللي كان عندي توم 1 و 2 و 4 وكملت توم 3 شريته ب 9000 وشريت The Other Side of the Story متاع ماريان كايس اللي هو بارامون هكا كوميدي رومانتيك وشيكليت ودرا شنو خذيته بالفين مكتوب باللونجلي وكان قرر ان شاء الله نعملكم عليه ريفيو. شريت كتاب متاع انا جافالدا جولي مي شريته ب 4000 وميد من الجروب ريدن كلوب انصحني بيه قال لي اقرا تحت دونك خذيته. انسويت خذيت كتاب كاثرين بانكول جيتي لا افون اللي بصراحة ما قريتش الريزومي نتاعو مي جوست خاطر لقيت كاثرين بانكول شريته ب 4000 وعلاش لخاطر قريت ديجا فيد ليكستيريو نتاع كاثرين بانكول وعجبني على الاخر ديكو وليت نحب نقرا كتبتها الكل. فوالا باهي شريت بعد ديث ميساج نتاع مارك بيلينغهام اللي هو ابارامون جريمة وديتكتيف وتحقيق ودرا شنوا باللونجلي الكتاب خديته بالفين زادا بالفين يظهر لي فوالا ان شاء الله تعملكم عليه غيفي كي نكملو وميدو باش يبدا يبلبص ان شاء الله ما يبلبصش توا. باهي وبعد شريت كتاب ستيفن كينغ اللي هو كريستين زادا ستيفن كينغ نحب ناخذ له الكوليكسيون تاع الكل ديكو كي لقيت الكتاب مشيتو لشريتو شريتو ب 4000 وعندي لا بار دو تينيب وديد زون اللي زادا شريتو ب 5000 تاع ستيفن كينغ زادا يحكي على راجل صار له اكسيدون وليت عنده ضم تاع البريمينيشن يرى شنو باش يصير ومن غاديكا هكا باش تبدا استوار نتاع هكا حكاية متاع كيفاش مش باش يستغل الدم تاعو اما باش يصيرو فازت كل شيء. دوك انا قرات نحكي لكم عليه ما نطولش عليكم. انسويت خديت كتاب صوفي كانسيل اللي هو سامانثا بانغيان فيغ يحكي على قصة افوكات ناجحة او على الاخر وكل شيء في النهار تاع البيك بروموشن متاعها تعمل مشكلة تعمل غلطة كبيرة ديكو تطلع في ترام تعرش على روحها وتمشي تدق على دار في الريف يمشي كوبل كبار وكل شيء يمشي بينهم اللي هي بانجل اخكو هي متعرف حد شيء على المناج متعرف حد شيء على التطيب وكل شيء مغاديك تبدأ كالفاسيت اللي ضحك وكل شيء مان عايز ولدي سو 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 كتيب سو تحب كتب بنتي كي ماما بي بعد شريت بلاد لاين بتاع سيدني شيلدن شريته بالفين اللي هو زيدا بلانجلي و ابرامون ثريلر كي نقرا ان شاء الله طبعا احكي لكم عليه باش ما نعطيكم الشامبو غلطة. وشريت كتاب الفيانا ويلكر هو ويل جرومت زيدا هو شيكليت خليته بالفين و ابرامون كوميدي رومانتيك نتاع طفله حابه تعمل هكا البليزير لماميتها وحسب تروحها اون كوبل مع طفل اكو الحكايه مفهمش منها فوالا. اخر كتاب بون مش اخر كتاب قبل اخر كتاب هذيك خذيته بالفين هذايا انكور اون دونس دو كاثرين بانكو اللي ديجا بديت نقرا فيه وبديت فيه انا وسندا وزين على الاخر الاول وان شاء الله قالوا لي بعد ولي بيه ودر شنو ان شاء الله اسبيرون يحكي على قصه بوند نتاع اصحاب خمسه اصحاب يظهر لي والغلاسون بينات بعضهم ولا الحكايه نتاع كل واحد فيهم. دونك فوالا راك تقولوا مالا فيديو ولد نغنغ خاسر ما عندي برشا نحب نعمل الفيديو ما لقيتش وقت. اخر كتاب اللي هم عطاه لي كادو ما شريتوش هو لامور شخصي دو تيفاني دي بارتولو تيفاني دي بارتولو ما نعرفش الحق على شو يحكي ان شاء الله نقراه ونعطيكم عليه لافي نتاعي. دونك كانوا هذه ما مزا كي شو مسيت نتاع نقرا بوانتين ان شاء الله يعجبكم. كان قريتو كتاب من الكتب هذيما ولا تعرفوا كتاب من الكتب اللي شريتهم هذيما اعطوني رايكم فيها باش نقراه ان شاء الله. وانا ان شاء الله نراكم المره الجايه في فيديو جديده. باي باي.